أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا واحد الشاب جميل وسيم اللي فايت داز معنا في قناة الشاب قناة شوف تيفي، واليوم عاود رجعنا عنده مرة أخرى اللي هو رشيد. لهلا يحرم شي واحد من أي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عطينا نعم الصحة وخصنا الحمد لله ونشكره كل صباح وكل عشية، ولكن كاينين بعض الناس اللي الله سبحانه وتعالى اختارهم وفضلهم وابتلاهم ونقص لهم شي نعمه من النعم ديالو ولكن عوضهم بزاف ديال الحوايج. الرسول عليه الصلاه والسلام تيقول في واحد الحديث: من ابتلاه الله في حبيبتيه فصبر عوضهم بهما الجنه. يعني الله سبحانه وتعالى الا حيد لك عويناتك اللي هما الحبيبتين وصبرتي اكيد غيكون التعويض ديالهم الجنه، ما كاينش احسن من تعويض الجنه. اليوم معنا رشيد شاب مكفوف، فانما تعمى القلوب ولا تعمى الابصار. شحال من واحد كيشوف بعينيه ولكن قلبه عمى، تيشوف بعينيه ولكن ما حابش الله على هذيك النعمه. ولكن الناس المكفوفين الله سبحانه وتعالى عطيهم واحد الحاسه سادسه كيحسوا بها كيشوفوا بها، معوضهم بزاف النعم. ومن اجمل النعم اللي معوض الله سبحانه وتعالى بها الشاب رشيد وان من حملت كتاب الله، من حفظت كتاب الله حافظ 60 حزب، بزاف منا بعويناته وتلقاه ما حافظش حتى صوره من صور الله سبحانه وتعالى. الله يسمح لينا والله يغفر لينا. السلام عليكم رشيد. السلام. كي داير وليدي؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ قربتي تكمل 20 عام؟ تبارك الله وتصلى على النبي. تزوجتي؟ عندي بنيه. تبارك الله، شحال عندها؟ شحال ونص. وفين تلاقيتي بهذه البنيه اللي خديتها حتى هي قدك؟ داك الشيء عرفتي الله يعني في السماء رزقكم ما توعدون. تبارك الله. شحال دابا باش تزوجتي؟ تقريبا شي عام دابا. عام. زوجات بك، بغاتك، بغيتيها؟ الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. نبداو بشي كلام الله سبحانه وتعالى، آيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لم تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. تبارك الله عليك رشيد. وكيف ما سبق لي واشرت ان بزاف منا اللي بعويناته وتيقرا وتيكتب وتلقاه هاجر لكتاب الله. شحال بزاف ديال الشباب غنسولوهم سؤال: امتى كان اخر نهار هزيتي في كتاب الله وقريتي
ولو صورة من ولو آية من صور القرآنية. كاين اللي غيقول لنا سنة، كاين اللي غيقول لنا سنتين، كاين اللي غيقول لنا محطوط غير ديكور في الدار، وكاين اللي غيقول لنا كيقراو غير والديا. الله يسمح لنا، الله يغفر لنا. شو النصيحة اللي تنصح الشباب باش انهم ما يهجروش كتاب الله؟ رشيد ولدي، اولا مزيان تكلمتي على هذا الموضوع ديال الشباب ديال القرآن. هو القرآن القرآن العظيم فيه بزاف ديال الفائدة، يعني اي حاجة اي حاجة بغيتيها. دابا الان بجهد التليفونات اللي خرج على بزاف ديال المجتمعات وبزاف ديال الاشخاص ديال الشباب ديالنا الان، اطفال من الاطفال كتلقى هذا التليفون من الزيادة وهو في التليفون، ربما من 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 عامين او ثلاث سنين وما كيعلموا التليفون. انا اللي كنصح به الاباء وديك التليفون راه كيمرض. هذه النقطة الاولى، وهذه ربما غادي يكون الاعلام باكمل عارفه، يعني داك الشيء اللي غتشوف انت في التليفون راه يوجد في القران. يعني الا بغيتي تستافد وبغيتي تتعلم راه اولا بعد داك الشيء ديال التليفونات والشيء ديال 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 بزاف ديال اللي كنشوفوا الان في مواقع التواصل الاجتماعي، فالا هو غير كذوب، فالا هو اكذوب، فالا هو شي حاجه تافهه، فالا فاعلموا بانهم يعني راه كاين بزاف ديال 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 اعداء الاسلام، كاين بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يحاربوا واللي كيبغيو يعني هذه النقطة هذه. فالله المستعان. يعني انت ملي غادي تنوض انت كأب او كشاب الان غادي غتلتج او غتنوض غتهز التليفون غتفرج فيه وغادي تستافد شي حاجة، فالله مناخذ كتاب القرآن حيت فيه شي حوايج اللي ما عمرك سمعتهم في حياتك، وشي حوايج اللي غيخليوك حياتك كاملة وانت ناضج في عقلك وفي خير في عقلك. هو شفاء للقلوب، هو شفاء للقلوب. يعني سميت الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب. انت صاحبي اللي غادي تنوض مثلا، انت صاحبي اللي غادي تنوض مثلا غادي معصب والاكتئاب والاعصاب وداك الشيء والبليه وبزاف ديال الحوايج بزاف وعده الاشياء، راه فهاديك الشيء تافه. ما تقولش لي انا باغا صافي، انا باغا نبغي اعصابي، باغا نشد اللهم نطفي دمي ونتعنى اللهم الحمد لله اللهم نشوف ما كاين ما يد لا، حيت انت ملي غادي تحس بواحد الضيقه في الصدر ديالك يعني تيقول لك الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله تطمئن. هنا هنا القران وهنا الدين ديالنا الاسلام خاصكم الحمد لله، وتكون اللي جيتوا فواحد الامه اللي هي اخر امه ديال سيدنا محمد، خاصكم تحمدوا عليها الله وتشكروا. يعني القران ما تقولش لي انا، يعني القران راه هو اللي فيه كل شيء. اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا. الحمد لله، يعني ما تقولش لي يعني الحمد لله، راه كاين بزاف ديال 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 الافادات واللي غتستافد وغتخليك حياتك كامله وانت بخير، فالا القران. ولو غير حزب في النهار، يعني الانسان عوض ما كيضيع وقته مثلا في التفاهات وفي التليفون يقدر غير حزب في النهار، غير نصف حزب في النهار، غير ربع حزب في النهار، على الاقل كتكون حافظ وحامل لكتاب الله سبحانه وتعالى. وقارئ اشوف ان واحد النقطه واحد الميساج، الى حفظتي سوره البقره وآل عمران الذين يسماني بالزهراوين، فإلا حفظتهم يأتينك يوم القيامه غمامه. يعني هذيك الغمامه اللي غتاتيك غتضل عليك غدا يوم القيامه، غتضل عليك هذه الغمامه. يعني انت اللي غادي تكون يوم القيامه، يوم النشر، يوم الحساب، يوم البعث، يوم يعني اللي غادي يكونوا فيه كاع المخلوقات، فراه غتكون. شوف مثلا دابا كاينين صور اللي الله سبحانه وتعالى، احدى الصور طلعت عند الله سبحانه وتعالى وقالت لي اتعذبه وانا في جوفه. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني دابا يعني لولا يعني عذاب القبر، بعض الصور كتنجيك من عذاب القبر بحال صوره ياسين. كاينين بزاف ديال الصور لله سبحانه وتعالى، من المستحيل ان تكون حافظه من يعني حافظه كتاب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ان يعذبك لا في القبر. الله ينجينا من عذاب القبر ومن عذاب النار. نعطيك واحد المثال، هاد اليومين هادي اللي جات واحد اللي ودابا الان باقي كنشعروا بها ديال الشمس والحراره وكل شيء خارج وكل شيء غيموت وكل شيء غادي يبقى وكل شيء اجي غدا يوم القيامه غتكون جهنم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تقول هذيك الساعه انتوما، هذيك الساعه انتوما كاعداء كمخلويضين كسافهين
كذلك راه ما غاديش تنفعكم هذيك 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 الماده اولا هذيك اولا بزاف مني انا ما يمكنش ما اكيد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى غيغفر لنا الله غفور رحيم وغيعذب الطغاة الطغاة هما اللي غادي يكونوا ان شاء الله في نار جهنم اما العباد الله عدة البيئات يقولون بان الله غفور رحيم ان الله في نفس الوقت ان رشيد العقاب ما تقوليش لي انا غادني ولكن رشيد الله سبحانه وتعالى اون فوا العبد كيقول يا ربي اسمح لي الله كيسمح ليه الله سبحانه وتعالى يتباهى بين الملائكه وتيقول لهم عبدي يستغفرني فغفرت له فغفرت له ولكن وعاوتاني كنخطئوا كنعاودوا نطلبوا الله سبحانه وتعالى هذا هو الجميل في الدين اننا تنغلطوا كنعاودوا نطلبوا الله وتنغلطوا كنعاودوا نطلبوا الله ومثلا احنا بيناتنا كالبشر غير خطات بحقك ولا خطات بحقك سبحان الله كيفاش كيقول والله اللي هو خالق على اي حاجه الارض وخلق الكون باكمله اروني ماذا خلق هذا خلق الله اروني ماذا خلق لنا من دوني ولا الظالمون في ظلام مبين وكتبقى باب التوبه مفتوح الى الابد حتى كتبلغ الحلقوم يعني حتى الوقت اللي غتبغي تخرج الروح والله تيعطينا واحد الفرصه اننا نتوبوا اننا نستغفر الله سبحانه وتعالى الجميل اللي فيك رشيد وهذا الصوت الرائع انت مزمار من مزاميري شكرا بزاف انت مزمار من مزامير سيدنا داود تبارك الله عليك حنا فخورين ان عندنا شباب في حالك وانك تكون قدوه للشباب وفيك حتى واحد الشيء جميل انك تحمد الله سبحانه وتعالى على اي عطيه عطاها لك الله اولا الحمد لله واخا من المشاكل الحياتيه والمشاكل النفسيه والمشاكل والحمد لله كانت عندي مرض نفسي الحمد لله ويعني مريت منه بسلام وبوحدي ويعني ما استعملت الادويه ولا شي حاجه بالقران بالقران الحمد لله الشيء اللي كنقول القران شي حاجه عظيمه وكلمه واحده غادي نقول مع اخويا انما اشكو بثي وحزني الى الله اللهم اني مسني الضر انت ارحم الراحمين رشيد زاديتي هكا لا تولات عمري 3 سنين الحمد لله لقيت حد ثالث ابتدائي الحمد لله شنو وقع لك وداك الشيء كنت غادي في الطريق خارج مع 12 نهار الجمعه توقعت الواقعه ليت الواقعه كاذبه يعني. شنو هي الواقعه اللي وقعت لك شنو الحادثه اللي وقعت ما يعني غادي في الطريق حتى كنحس كنشعر براسي ما يعني الحمد لله ما كاين لا سكر ما كاين لا 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 طونسيون ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي نقدروا الاطباء ما خليت التطبيب وبالناس اللي وقفوا معايا داك الشيء ما خليت الاطباء ويعني الناس اللي وقفوا معايا بالافكار ديالهم ما حتى كنوقف على العمليه كيقول لك ما عندكش ما بقاش عندك الامل في العمليه إذا الله سبحانه وتعالى ابتلاك واختارك من بين عباده أنه يخيرك في عويناتك وعوضك فيهم بزاف ديال الحوايج رشيد فينا هما والديك؟ عائلتي كلهم في تازة وأنا بوحدي في كازا أنا مني كانت عمري 9 سنين وأنا كنعتمد على راسي فقدت البصر ديالي قريت واحد 4 سنوات في تازة في مدرسة مكفوفين وبعد مشيت لفاس قريت حد الثاني إعدادي الثامنة والحمد لله بعدا مشيت يعني بعد مشيت للتاودان واحد الشهر ونص وهبطت جديد الحمد لله وتم يعني انت بوحدك معتمد على راسك بوحدي معتمد على والديك على قد الحال والحمد لله داك الشيء راه شو مادام الانسان كيتنفس وكيصبح وكيلقى راسه بخير فالحمد لله هذيك هي احسن حاجه كاين اللي عنده الماده والحمد وما لاقيش صحته بخير دابا انت ما عندكش وما خاصكش انا قلت لك واحد الكلمه اللي ربما غادي تفهميني فيها وغادي يعني انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله يعني الحمد لله والجميل في الامر انك جيتي في هذه المنطقه هذه بدا الدراري كاع كيعاونوك عزيز عليهم كيبروا بك الحمد لله بخير كنمشي بوحدي كنعتمد على راسي يعني اللي كنسول هنا كنسول هنا الحمد لله ويعني كنمشي لتاودانت بوحدي ومشيت للجديده بوحدي بالحق مره واحده شي 3 مرات 4 مرات يجي عندي الوالد الجديده اما تاودانت حتى واحد ما عمري ما جا عندي بحكم ان الطريق بعيده والله المستعان اللي بخير دابا انت رشيد بلاتي دابا انت رشيد ما راضيش حنا حاسين بك عندك واحد الانفه واحد عزه نفس وعندك ما كترضاش تقول المعاناه ديالك وما كترضاش تطلب من الناس حنا اليوم جينا نوجه واحد النداء للمحسنين انهم يوقفوا معك ماشي عيب اننا نطلبوا خوتنا المغاربه انهم يوقفوا معنا انت فيك واحد الحاجه جميله انك ما باغيش الناس يبقاو يعطيوك بغيتي باش تخدم الغريب في الامر والجميل في الامر ورائع في الامر شوف سبحان الله الطير ملي كتخرج الصباح واش ضامن رزقها كترجع بها خماصا الحمد لله الحمد لله اش نقول لك انا هي ديك القضيه ديال انني نمشي ما انا ما كرهتش ندير شي بها نقدر نوقع عليها وهذا هو النداء اللي غنوجهه للمغاربه وغنوجهه للمحسنين انهم يوقفوا معاك رشيد حنا غندويو كندويو مع خوتنا المغاربه
غاديش نحشموا منهم. كان ديما خوتنا المغاربه ما عندناش غنحشموا منهم، حنا غنوجهوا نداء داكشي اللي قسم الله اللي بغاو يعاونوك به الناس، لا مغاربه ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. ماشي عيب انك تطلب من خوتك بحال كتطلب من ولاد الدرب، ماشي عيب. حنا ماشي غادي يقولوا لك هذا طلاب وهذا هادي، انت محتاج. راه كاينين الناس اللي كيكونوا بصحتهم و تيخرجوا كيطلبوا، فما بالك انت اللي فعلا محتاج. الحمد لله انا عارفه عندك كما قلت لي الطوموبيل وعندك الدار وعندك صافي. كنا انا كيف نابولي دابا ولا في ميلانو حتى حاجه ما بعيده على الله سبحانه وتعالى. طب يعني انا قلت الكلمه واحده ربما الناس اللي غيفهموني واللي غي واللي غيكونوا عارفين، يعني ما غاديش نقدر انا قلت الكلمه واحده يدير انما اشكو بثي وحزني الى الله، فاللي غيفهم واللي غيعرف فاجره عند ربي. يعني ادعو الله تعالى الحمد لله فالله الواحد فعلا. انا ماشي البنادم اللي تيعطيك، راه الله سبحانه وتعالى تيسخر لك ناس لانهم يكونوا هما يا سبب. يعني الله الوحيد اللي كيعلم بذات الصدور ولا على كل شيء رقيب. يعني الله لا يضيع اجر المحسنين. فاللي كاين شي حاجه ف بغيتي شي بيعه وشريا شي كريريصه ان شاء الله باذن الله. شنو تبغي تبيع وتشري راشي؟ شنو المشروع اللي تبغي خوتك المغاربه يقدروا انهم يعاونوك فيه؟ نبيع الحلوه. حلوه؟ اه يعني نشوفوا لك شي مشيري على شي بريريكا هكا شي كيوسك فين تحط فين تحطو ياك. هذا هو هادشي اللي بغيت. اللي بغيت باش انا نقدر. وعندك بنيته راه عندها شهر، خصها ليكوش شهرين ونص، خصها ليكوش، خصها الحوايج، خصها الحليب. ربما كيقضي حتى ليله في 4 ايام في 5 ايام ايام. حتى هادشي نطلبوه من خوتنا المغاربه مشاهدي قناه شوف تي في. رشيد ولدنا راه عنده واحد الانفه وعنده واحد عزه نفس الله يحسن العوان، ولكن حنا نيابه عليه غادي نطلبوكم. خلينا لكم رقم الهاتف اللي هو 026 25 60 89. اللي بغى يتعاون معاه وفعلا يستحق، هذا هو الشخص اللي كيستحق اننا نعاونوه. راه بزاف ديال الناس كيعاونوا ناس ما كيستحقوش اننا نساعدوهم. طبيعة الحال كل واحد حر في عدة البيئات. المكفوبين اللي كيمثلون انفسهم بانهم لا يرون شيئا، ولكن الله المستعان. بزاف ديال الحالات راه كاينين الناس اللي كيوقفوا في الفروجات وهو كيشوفوا كيدير راسه ما كيشوفش. انا تلاقيت بوحده هي تتشوف ودير راسها ما تتشوفش باش تطلب. الله يحسن العون. حتى شي واحد ما كرهها رشيده ولدي، ولكن باش تعيش في ظلام راه ماشي سهله. راه اللي محس اللي عايش في الظلام هو اللي غيحس، واللي عنده عوينات وكيمثل انها ما كيشوفش هذاك راه كينكر واحد النعمه اللي هي كبيره من نعم الله سبحانه وتعالى. دابا الانسان كيقول انني ما غاديش المكان عندي راه ما كنشوف، راه خاصك تسول مجرب تسول طبيب. يعني احنا لما مرينا من اول مره كنا كنجيبو كنلعبو كنلعبو كره كنمشيو كنسوقو في كالا وكنمشيو كنجيو واحد النهار غادي نفيقو ما كنجيبوش شي حاجه عظيمه. تجربتي دابا البصر وجربت البصر وشفت ولعبت وتفرجت ولعبت التليفون وتفرجت هادي وشتي هادي. يعني عرفت الالوان عندي راه السن اللي هو 9 سنين راه ما سهلاش. يعني غتقدر تكون عارف شي حاجه ما غاديش تكون شتي بزاف د الحوايج، ولكن المهم بعدا المهم كتعقل كتفرز عارف البيض بيض والكحل كحل وشنا هو الوردي وشنا هو عارف الصوت ديال يعني سميتو يعني عارف شنو هي السياره كيفاش دايره. الوجوه اللي كنت تلاقيت معاهم شحال هادي باقي عاقل عليهم، يعني اللي شفت انا باقي عاقل عليهم الحمد لله. راه شي حاجه تقدر حتى واحد غير بصوته تفرزو كيفاش داير، تعرف الشكل ديالو كيفاش داير. الحمد لله. ما دابا انت غير بالصوت تقدر فعلا تعرف الانسان واش طيب ولا خبيث، واش جميل ولا قبيح. هو كيقول لك واحد عندك واش هو خير لكم ما تحبوا شيء هو شر لكم. يعني الحمد لله كيقول لكم اليوم والقليل ما كيتلاقاوش. تبارك الله عليك ولدي رشيد. اذا هذا هو الرقم ديال الهاتف اللي بغى يتواصل مع ولدنا رشيد، واكيد غيكون لنا لقاء اخر مع رشيد وغنستقبلوه وغنستضفوه في الاستوديو ديالنا ديال قناه شوف تيفي. نسمعوا غير هذاك السويت ديالو الرائع ودوك الايات القرانيه اللي كيخرجوا من فمو يا سلام، اللي كيكونوا شفاء واطمئنان بهم باش غادي نختموا. وغنقول لكم الى اللقاء في مباشر اخر، وغنختموا بايات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. مشاهدي قناة شوف تيفي غنختم معكم هذا البث المباشر، وما تنساوش انكم تعاونوا ولدنا رشيد. الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله.